دستوري وواجب أيضا علينا جميعا أن احنا نشارك في اختيار ربان السفينة الفترة القادمة ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة. فأعتقد بإذن الله أن المصريين جميعا لن يبخلوا على وطنهم بهذه المشاركة التي تظهر الوجه الرائع والعظيم للمصريين دائما في أنهم وطنيتهم تغلب عليهم دائما، ووعي عظيم ورائع لأمة عظيمة. أيضا نحيي القضاء المصري على دوره في المشاركة في العملية الانتخابية، وهي وسام على صدر القضاء المصري يؤديها بأمانة، وكلها تدعو المواطن إلى النزول والمشاركة في حرية تامة، يختار من يختاره حتى نبدأ بإذن الله صفحة ناصعة جديدة من صفحات مصرنا الغالية. وإن شاء الله دايما دايما في أيام جميلة، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا.